الحمد لله، هو الكريم الوهاب، هازم الأحزاب، ومنشئ السحاب، ومنزل الكتاب، ومسبب الأسباب، وخالق الناس من تراب، الواحد الأحد العزيز الماجد، المتفرد بالتوحيد والتمجيد، ليس له مثل ولا نديد، هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصاحبة والولد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يزل حكيما قديرا عليما خبيرا، سبق الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته، ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وبحمده، لم يلحقه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب، وما مسه لغوب ولا نصب، خلق الأشياء بقدرته، ودبرها بمشيئته، وقهرها بجبروته، وذللها بعزته فذلت له الرقاب، وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب، وقامت بكلمته السماوات السبع والأرض المهاد، وثبتت الجبال الرواسي، وجرت الرياح اللواقح، وسار في جو السماء السحاب، وقامت البحار، وهو الله الواحد القهار، مغشي الليل النهار، خضع لعظمته المتعززون المتكبرون، وخشع له المترفعون، واستكان لربوبيته المتعظمون، ودان طوعا وكرها له الخلق أجمعون. نحمده على حزن الأمر وسهله، ونحمده كما حمد نفسه، وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه، وأقر أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. نستغفره استغفار مقر بذنبه، معترف بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته، إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، فهو العالم بما تبطنه الضمائر، وما تنطوي عليه السرائر، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، لا يوارى عنه كلمة، ولا يغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه، وأمينه على وحيه، أشرف من وطئ الحصى بنعله، بلغ عن الله رسالاته، ونصح له في برياته، وجاهد في الله حق الجهاد، حتى تمت كلمة الله وقطع دابر الفساد، صلوات الله عليه وسلامه من قائد إلى الهدى، وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهم من الفقهاء والزهاد والدعاة العاملين المشمرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.